يا بس اوتشين بلو انا بحبكم كثير لكل ماي فانز. واو شو حبيت اللون. سبسكرايب لميك اب فور ايفر ميدل ايست على يوتيوب. السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ معاكم نور ابو عوض من السعوديه. اليوم راح احط ميك اب الملكه جمال لبنان مايا. ومايا ما تحتاج ميك اب، لكن راح تشوفون لمساتي على مايا ان شاء الله اليوم. ثانك يو سو ماتش، انا كثير مبسوطه انه اليوم هون وما بعرف شو رح نعمل. I'm excited. أنا كمان I'm so excited إنه مع واحدة مثل أمار ومع نورة. طبعا نورة من عائلة ميك اب فور ايفر. بس قبل ما نبلش خلينا نشرب قهوة. سو نورة شو حابة نعمل اليوم ميك اب؟ ما شاء الله بشرة مايا جميلة وعيونها حلوين، فبنسوي الفوكس بس على كونتور العين والروج. رح يكون الروج أحمر. بنشوف طريقة ان ننسق فيها اللبستك الاحمر مع البلشر عشان ما يكون الشكل اوفر. لازم يكون البلشر متناسق مع الروج الاحمر. شو حابين نبلش؟ اكيد بنبتدي بالترطيب. راح نرطب اول شيء بالسكين بوستر. راح نستخدم السكين بوستر، ومثل كل مرة اقول البنات لما يستخدمون السكين بوستر يقولون انه شوي قشر، هو يقشر لانهم يحطون الفاونديشن بعده على طول. وكمان اي ثينك لازم ينظفوا البشرة كثير منيح عشان ما يطلع قشور. صح. مايا قبل ما نبتدي اي شيء طالعي المراية، شوفي المراية. هلا ماني حاطة ولا نقطة ميك اب، بحس حالي هلا ما شاء الله. I just woke up like this. انت عادي تطلعين بدون ميك اب بالعادة؟ يعني عادي مثلا تصحين متأخر تطلعين بدون ولا شوية كونسيلر؟ يعني ما تستغنين عن الكونسيلر؟ ايه كونسيلر از ماي جو تو صراحة. بنبتدي اليوم اكيد بالفونديشن اول لان الاي شادو بيكون خفيف جدا. راح استخدم الباليت نيو الترا اتش دي فونديشن باليت. راح استخدم الباليت الجديد. طبعا مثل ما تشوفون تقدرون تسوون ميكس تطلعون لون بشرتكم، وحتى لو كنت انت تشتغلين ميك اب ارتست تقدرين تسوين الميكس على اي لون يجيك من الدارك الميديوم واللايت. فبنشوف شنو اللون الانسب. اتوقع يمكن هذا اللون الانسب لبشرتها. طلع فاتح يمكن نسوي ميكس بينهم. اي بنسوي ميكس بين هالدرجتين ونوزع الفونديشن. راح احتاج فرشاه. هذا الحلو بهيدا الباليت انه يو كان ميكس كل اذا اللون ما طلع معك يو ميكس بيطلع اللون اللي بدك اياه. تسوين فيه كونتور، تسوين فيه فونديشن، حتى لو بغيتي تسوين فيه الهايلايت تقدرين تاخذين الافتح وتسوين فيه. خلاص الحين تقريبا وزعنا الفونديشن كامل. اكيد راح احتاج سبونج عشان ادمج. فينا نستعمل الميك اب بلندر. السبونج مبلله يعني رطبه بس مو يعني نديه. بتفضلي براشز او سبونجز؟ انا احس انه اثنينهم مع بعض عشان يكملون بعض، هذاك يوزع وهذه تشيل الزايد، لان الفرشاه لازم تحط شوي زياده او تسوي خطوط. السبونج تشيل كل الخطوط وتسويها طبيعيه. كمان عندنا نفس الفاميلي من الالترا اتش دي صار في نيو باليت. الله فيه 12 كلر من البلاشرز. حلو. طبعا يو كان ميكس، فيك تستخدميه على العيون، فيك تستخدميه على از بلاش، حتى على يصير روج مالتي يوز. والحلو انه الترا اتش دي فيري ناتشرال. تمام، احنا بما ان بشره مايا فاتحه فراح ادخل لها البينك. بس شلون يكون بينك مع احمر؟ بسوي ميكس حلو انه يكونوا متناسقين مع بعض. راح استخدم هالدرجتين اسوي فيهم ميكس. بستخدم فرشاه 154، راح ناخذ الدرجتين بس تتاكدون ان الفرشاه ما شالت كثير. يعني شوفوا المنتج لما تحطونه بالفرشاه يمكن يكون كميته زايده وانتم تدمجون يعطيكم نتيجه عكسيه، فتضطرون تخففونه بالفاونديشن. خففي باي شيء حتى لو بالكلينكس. طيب الحين بتسميه نشوف وين المفروض يكون البلاشر البينك. المفروض البلاشر البينك يكون هالاتجاه عشان يعطينا لوك خجول. اما البينك اللي ينحط بهالاتجاه معناته هذا كف، مو بلاشر. اوكي راح نبتدي نحط شوي شوي، نرفع بس شيء بسيط. الكميه جدا مناسبه وفي نفس الوقت توزع بطريقه سهله واندمج مع الفاونديشن. كنا حط شوي هالاتجاه بعد عشان بين كأنها متعرضة للشمس. ايه يعطي قديه. طلع ناتشرال، طلع طبيعي. وهي البلاش كمان اللي انت عم تستخدميها كثير سعادتك. طبعا بعد ما خلصنا البلاشر راح نحط الحين الكونسيلر. انا راح اجيب لك كل الشيدز. طبعا از يو نو الترا اتش دي كونسيلر في 22 لون من الفيري لايت للفيري دارك.
اتوقع راح يناسب مايا 32. 32 تعتبر فيري لايت ولا لايت؟ 32 صار على لايت. لايت اوكي. لايت تو ميديوم خلينا نقول. راح نستخدم الكونسيلر الجديد. شلون تستخدمين الكونسيلر مايا؟ كيف تحطين؟ بحط sometimes نقط، مرات بحط نقط او هيك التراينجل. احنا راح نستخدمها 3 نقط بس عشان ننور، لانه ما في هالات فتكفي يمكن شوي الان في الاماكن اللي نبيها تبين. افتح شوي. بتذكر انت قلتي لي انك بتحبي الكونسيلر لانه الابليكيتر تبعه كثير سهله بالاستخدام. رائع الكونسيلر لانه خفيف، يعني فول كفر 100% خفيف وفول كفر. احب استخدم السبونج لما احط الكونسيلر او ادمج الكونسيلر، لان تحت العين منطقه شوي خطره، فيها خطوط فيها تعابير، احنا نرمش كثير، فالمفروض يكون الكمية طبيعية. وبعدين ما المفروض نحط الكونسيلر تحت رموش، لا المفروض أبعد شوي عشان ما يخطط. أعتقد الحين جا وقت تثبيت كل شيء سويناه باللوس باودر. طيب حأعطيكي سوبر مات لوس باودر، هيدا برقم 18 يلي هو بيكون ميديوم شيد على لون البنانا اللايت كولر. تمام. راح أستخدم هالفرشاة، ما راح أستخدم سبونج، راح أستخدم هالفرشاة أول شيء تحت عينها، فراح أخذ كمية من اللوس باودر وثبت فيها شوي شوي تحت العين عشان ما يتحرك، وفي نفس الوقت راح تعطيها تصحيح لان فيها شوي صفار. وحابه تخلي الوش بلا لوس باودر بس مو على اماكن معينه فقط راح احط اللوس باودر. راح استخدم بودره الحواجب رقم 2 مع فرشاه 274. راح اختار هالدرجه، اخذ كميه شوي من البودره. تدي مثل ما تشوفون شوي حواجب مايا نازله، فما راح بعد انزلها زياده، لا اتجاهل المقدمه وابتدي ارسم بس اعبي الفراغات. مايا شو يور فيفورت برودكت من ميك اب فور ايفر؟ ماي فيفورت از ذا كونسيلر صراحه. حبيتي الكونسيلر؟ كثير بحب الكونسيلر وبداين كل نهار وين ما كنت، يعني اذا كنت اكثر شيء كنت استعمله انه اون ستيج بالمسابقات، ان كان بمس لبنان أو بمس يونيفرس. يعني كان في بنات يسألوني خاصة بمس يونيفرس أنا what's the secret what's the key to your no bags under eye وهيدا الجلو فا it's my go to صراحة. So أنت قلتي بتستخدمي only concealer وهلا عم تقولي the only concealer use is makeup forever. Yes. حلو. Honestly. هلا باي ذا واي حلو الالترا اتش دي فونديشن، حلو مش بس على الكاميرا، حلو كمان لايف، يعني لايف بيبين ناتشرال وعلى الكاميرا كمان بيبين كثير ناتشرال. ما يبين الحبوب اللي تحت الجلد ما تطلع خصوصا اذا ترطبت البشره قبل. راح ارفع حواجبها واثبتهم بالمسكره الشفافه. كثير بحب هيدي ستيب صراحه لانه كل نهار بحسهم طايرين. ايه طايرين. والحلو انه كيف ما بتعوديهم بيروح الشعر، يعني اذا كل يوم بتعوديهم تنشطيهم لفوق خلص بعدين اوتوماتيكلي بتحسيهم خلص هن لفوق. راح استخدم نفس اللون اللي استخدمته فاونديشن، راح اخليه بيست للاي شادو اللي راح استخدمه. اصلا الاي شادو بيكون بس كونتور ويمكن شوي هايلايت، فراح استخدم خلينا نسمع مايا عم تحكي لنا شيء بالروسي لانه مايا بتحكي روسي. Yavas очень люблю. Yavas очень люблю. أنا بحبكم كثير لكل my fans in Russian. أنا one of your fans. ما فيك تقولي لي شيء مثلا ألبير I love you بالروسي؟ ألبير يا تبا لبلو. Oh I love you too. بعد ما حطيت بيس للشادو عشان يمسك القلم راح أستخدم الأرتست كولر بنسل، راح أستخدم اللونين البني المحمر والأسود بطريقة دمج. بيكون هالشيء عملي اكثر وسريع اكثر حق البنات الموظفات او اللي بالجامعه، انه بدل ما تستخدم البودره تقدر تستخدم الاقلام انها تستخدمها على اساس اي شادو. هذا البرودكت حلو انه فيك تستخدميه على العين على اللبس على الايبروز حتى على الوش. لا بعرف عن سمالت يو اي لايك ات لايك ذات. راح استخدم درجه 608، راح استخدمها نهايه العين، ترفعون العين تشدونها شوي عشان تشوفون اللاين للرموش. انا البير حتى الحمراء يعني التيوب مرات مثلا بعد البحر سيم لوك بجرب اعمله قد ما بحب هيدا السان كيست جلو، بحط حمراء ذن شوي اون ماي فيس، وسام تايمز ايفن هون
like on my eyes على عيوني شوي. بحب هذا المونوكروماتيك لوك كمان. على فكرة ابدا مش غلط، لانه اذا البشرة صحية وفلولس كتير عادي انك تحطي الليبستيك تبعك على الخدود. بس فكرة هالقلم رهيبة يعني. انا احطها بعيني بعدين استخدمها البلاينر لللبس. حلو. احب اكثر شيء يمكن حفظه الناس 610 اللون هذاك، لون الكونتور الحقيقي. بس عشان العين اليوم نبيها شوي على محمر استخدمت 608. بعد ما حطيت قلم راح اجيب فرشاه رقمها 208، ابتدي شوي شوي اذوب اللون بالفرشاه، ارفعه شوي شوي على فوق. حتغني لنا مايا؟ I want it, I got it, I love this pen and I love this makeup look. و can't wait to get it. بس ما حغني. أنا بعمل كتير أسا صغير ما نغني. طيب مثل شو؟ كتير بحب الرياضة، كتير بعمل سبور. بس وبعرف أنه أكترية من products make up forever من أول make up brands اللي they created waterproof lines which is amazing. وأنا كتير بعمل gym sometimes، يعني بكون عندي meeting during the day I end up going to the gym. تماشي كل الميكب يو ار sometimes بيضلوا مثل ما هو like on my eyes. إذا في شوية ماسكارا waterproof. باخذ هالدرجة الحين البني أحطها بنفس الأماكن اللي استخدمتها باللون الكريمي أو القلم الكريمي. أكثر شيء حبيته في القلم الجديد أنه مو يعني ما يمسك مثل الووتر بروف اللي يقطع بعدين، أنه سهل في الدمج. لأنه الأقلام الووتر بروف بتجي دايماً أقسى وبتنشف تلصق. على طول تلصق، ما تقدر تحركها أبداً. بس هذا الحين حتى لما أحط فوق بودرة راح يصير سهل بالدمج، حتى بأصابعي أقدر أدمج. تقريباً وضح اللون أكثر، هذا اللون اللي أنا أبي أوصل له، أني أوصل لون مثل كونتور بس للعين. راح استخدم درجة برونز بحطها بالجفن المتحرك، راح استخدم فرشاة بعد فلات رقمها 228 وارش. احب استخدم الالوان اللي فيها شمر ولا جلتر، احب استخدم المست فيكس عشان يمسك على طول. طبعا كلمة تبخي مست اند فيكس بتزيدي الانتنسيتي تبع الكلام وما راح يطيح ويهر تحت العين ولا بين الرموش. واو بدي اشوف من نفس اللون عشان يعطي انعكاس حلو للعين ويبين لون عيونك. راح استخدم الحين اللون الاسود رقمه 100، راح استخدمه بس على الاطراف اطراف العين، ما راح اسوي اي لاينر لانه ابي لوك سايح يعني كله جلوي بدون خطوط. صرت احب الروج الاحمر بدون ما يكون في تركيز ثاني على العين، يعني يكون روج وشادو مدموج بدون اي لاينر حاد. نفس الفكرة بالفرشاة راح أسيح اللون لأنه بسرعة راح يسيح مع الآي شادو اللي سويناه. شوي شوي نطلع لبرا، شيء بسيط الحين شيء بسيط تحت. راح أحدد الطرف الأخير بس عشان يعطينا وسع للعين، شيء بسيط جدا. كحل بيج داخل العين رقم 502. طبعا اليوم نورة حتركب لك رموش تبعها، هي رموش نورة. اوكي. طبعا نورة حطت اللاشز اوف كاميرا وهلا حنرجع نكفي اللوك. جلتر شوي عشان يعطي لوك شايني. هيدا دايموند باودر رقم 11. راح استخدم هي احلى بارت. اي لاف. راح استخدم فرشة شوي كبيرة عشان ما تكتلي الجلتر، ابي الجلتر منثور على العين كامل. ما راح اثبته بولا شيء لانه اصلا هالجلتر ما يهر، ما يطيح، ما يهر صح. يمسك بالاي شادو ويطلع شكله مثل لمعه المي، يعني شو طلعي. واو واو كثير حلو. واو. اما بالنسبه للرموش اللي الخط الرموش اللي تحت، لا نحتاج فرشه ادق مثل 208 من جهه المدمع الى النص. هذا جلتر كمان. ايوه. يعطي شكل جميل بريء، يسوي كأن أنت مدمعة. هالكمية تكفي. لو حبينا نثبت أكثر رح نرش من الماستر فيكس عشان بشي نتخلص من اللي طاح الزايد، نرش شوي من الفيكس عشان يثبت أكثر وما يتحرك. الحين نحتاج البلاشر الباودر
شو حلوة الريحة فريش. راح استخدم هالدرجة من البلاشر، ابتدي احط فوق البشر الكريمي اللي حطيته. راح استخدم هايلايت سايل، هذا درجته 30، وبعدها راح احط فوقه الهايلايت البودرة. احب احط الهايلايت بايدي، ما احب احطه فرشة عشان اتحكم فيه قد ما اقدر. راح احطه بهالمنطقة عشان ينور، هذا المنطقة اللي ينعكس فيها الضوء، فهذه اكثر شيء بارز بالوجه واللي المفروض يكون فيه الهايلايت. يعني وين؟ المنطقة أرنبة الأنف بعد ينعكس فيها الضوء. عشان يعطي حجم أكبر للشفايف نحط من فوق عشان يرفعها شوي الهايلايت، ولا كأنه في هايلايت لأنه سوفت، هو مثل المي سوفت لايت. تستخدم الهايلايت البودر، خذ كمية. طريقة الضغط بفرشاة ناعمة نفس فرشاة اللي أنا استخدمها 152. بهالطريقة زدنا الانتنسيتي تبع اللون تبع الشاين بالضبط وثبت. تروح أرش المست افكس، الوجه كامل. الميك اب كتير حلو بجنن. باقي خطوة، بس قبل هاي الخطوة بدنا نلعب لعبة مايا. اوكي، في 4 كاردز، طبعا انت رح تختاري 1 كارد وتحكي لي عنه. بيو، اوكي، ستيب اون ستيج، ذا ارت اوف جيفينج، ذا باور اوف فورجيفنس. اوكي، شو حنقي؟ 1 ما فينا احكي عن كلون، اللي بدك اياه انت، شو حابه؟ This one. This one. Step on stage. Step on stage. يعني كلهم topics كتير حلوين، بس هاي أكتر شيء حبيت أحكي عنه، لأنه أنا هلأ بحس أنه بعد ما ربحت مس لبنان كل حياتي صارت on stage. حياة لشخص حياته مثل كأنه هو على المسرح. تفوت على مسابقة ملكة جمال لبنان كانت تجربة، وكانت أنه نوع من التحدي، لأنه ما كنت حس حالي عندي هيدا الثقة بنفسي هالقد. بفتكر أنه الناس بشكل عام بيشوفوا بس tip of the iceberg، بس بيطلعوا على الباجنت وورلد، لأنه في كتير تمرين الواحد بده يتمرن قبل ما يروح على المسرح، وخاصة بعد ما ربحت مس لبنان في كان عندي the main goal يلي هو مس يونيفرس. لازم يكون التمرين كتير جدي، تعرف كيف بدك تتصرف على ستيج وشو هي رسالتك، يكون عندك هذا البرزنس. وكمان كانت فترة صعبة لإلي لأنه كانت لحالي، ما كان عندي أهلي، بس يعني كان في أنا مس لبنان ومن مس إيجيبت، كنا the only ones من دول العربية. أنا بمس يونيفرس كتير تأثرت، لأنه قد ما بحب لبنان وحطيته أول شيء بعدين حطيت حالي، بس هيدي المحبة أنه أنا هون، وجودي هون، لبنان هون، عطاني الكوريج كون موجودة. و this is what made me be present. يعني بتذكر كنت فوت عقودة بمس يونيفرس، وفجأة هونيك ما بيقولوا مايا، ما بيقولوا أسامينا، كانوا يقولوا لبنان، هلو لبنان هير. فكنت حس حالي هيك براود وفخورة أنه أنا هون، نحن هون. بس للأسف صار في عندي كتير مشاكل هونيك، بتصير الأمور، بس nevertheless أنا I'm here وعندي كتير مشاريع بعد، و hopefully I will make my dreams come true. كل الضغوطات اللي مريتي فيها وبتمرين فيها راح تقويك أكثر، بس على فكرة أنت قوية، أنت تتكلمين سمعتك ما شاء الله، يعني باين حتى أكبر من عمرك. شكراً. ولأنك قوية راح نحط أحمر، راح نحط الروج الأحمر. راح أستخدم الدرجة 714، حدد فيها شفايفها من تحت، أحاول أعبي عشان يعطيني لون غني أكثر وثابت أكثر. تحطين أحمر كثير؟ لا ما كثير. تخافي من الأحمر؟ إيه صراحة. Sometimes في ناس بيحطوا أحمر بجوا العين أو تحت العين. As an eyeshadow. اليوم التركيز كله على شلون يكون كل شيء ثابت إكسترا، فعبينا الشفايف مو بس حددناها.
وقبلها لازم يكون في ترطيب. حطينا الليب بوستر شما يقشر ويبقى أطول مدة ممكنة. تفضلي هذا المهم لك. وهذه المرة مايا. مرسي كتير. أوكي هلأ حتقلي لي إذا عم بحطها صح. نشوف. حاسة كيف مرن المحدد كيف يمشي سريع. إيه سو كريمي. وأحلى شيء إنك رطبتي اللبس قبل ما نحط القلم سو سرع العملية أكثر. بالضبط. شو حبيت اللون. Oh my god. قد بتعطيها نورة من 10؟ ممكن؟ شوي. 8 من 10؟ 7 من 10؟ شوفي. أنتي مايا حطيتي تحت اللاين الطبيعي للشفايف، المفروض الألوان الغامقة يكون مع اللاين. أوكي. بس النود والفواتح عادي ما يبين، بس أنا أحمر راح يطلع كل خط. فأنتي نزلتي تحت اللاين، أنا راح أرجع أعبي اللاين الحقيقي. نرسم بداية الشفايف. في فرق ولا ما في فرق؟ لأن عبى شفايفك أكثر لما حطينا فوق اللاين أو على حدود اللاين. بعد لما يعني في ناس تطلع بزيادة برا حدود الشفايف يصير شكلها فيك ويصير شكلها مو طبيعي، بس لما نمشي على حدودها وتكة شوي بالذات هالمنطقة هذه أنا أحب ندفع أرفع فتعطيه شوي فوليوم. راح نستخدم الروج الأحمر 401. أحمر صريح يعني مو عنابي، نفس قريب من درجة المحدد اللي استخدمناه. حلو مايا هيدا بيصير مات وvery long lasting. إيه هلا it's glossy. إيه هلا it will turn to matte. خلصنا. صار بس ننتظر الروج ينشف. حبيت اللون الاحمر. واو. حبيت كل شيء عن جد. شكرا. انت مو محتاجه شيء والله، بس انه شويه احمر ما يمنع. شويه احمر حبيتي كثير من بعيد كتير نفس كتير من قريب. ايه كثير حلو بهيك وهيك طب انا انبسطت معك، الحلقه كانت جميله ممتعه ما مليت. ان شاء الله بعد البنات يشوفون الحلقه يحسونها ممتعه مو ممله ويستفيدون منها. رياضة مارسها باستمرار بأي وقت بالليل أو بالنهار، هي رياضة الجسم والعقل بتشيل عنك كل الحمل. شو هي؟ إذا عرفتوا الفزورة 5 منكم رح يربحوا هيدا الهدية اللي كتير حلوة من الميك اب اللي حطته نورة على مايا. اللي عليكم تعملوه تعملوا سبسكرايب لميك اب فور ايفر ميدل ايست على يوتيوب، ولتعرفوا أسامي الرابحين اعملوا فولو لميك اب فور ايفر ام اي اي على انستغرام. ورمضان كريم. ورمضان كريم للجميع ينعاد عليكم. وميرسي كتير. Thank you, حلقة كانت بتجنن. وميرسي انه استقبلتوني كتير، كتير انبسطنا.